لازم دايما نبقى مخلين بالنا من علاقتنا ببعضنا ببعض. انا بكلم كل الناس، ما تخلوش حد ابدا ابدا يدخل بينا ويحاول يوقع بينا ويحاول يعمل فتنه بينا. دايما تخلي بالكم، واي محاوله للفتن او الوقيعه ننتبه لها. مفيش مجال لينا ان احنا نبقى قلقانين لسبب واحد، احنا مع بعض. طول احنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجه. لينا ان احنا ناخد بالنا، لينا ان احنا ننتبه، لينا ان احنا نلاحظ ونقول كان ممكن يبقى حالنا كده؟ ايوه. كان ممكن تبقى ظروفنا كده؟ ايوه. طب اللي علينا ايه؟ ان احنا نخلي بالنا من بلدنا. ولا حد يقدر يعني يجرجرنا هنا ولا يجرجرنا هنا. احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى، وفاهمين كويس قوي الاجراء الافضل اللي ممكن نعمله. كل عام وانت طيب، كل سنه وانت طيب قداسه البابا، وارجو ان الورده دي تصل لكل المصريين. كل سنه وانتم طيبين جميعا.